رمضان كريم وكل عام والأمة الإسلامية بألف خير. أتمنى أن يكون شهرا فضيلا على جميع المواطنين في دولة إسرائيل. صوم مقبول وإفطار شهي وكل عام وأنتم بألف ألف خير. رمضان كريم، ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يعم السلام في كل أنحاء البلاد، وصيام مقبول وكل عام والأمة الإسلامية بألف ألف خير. رمضان كريم، أمر عليكم بالصحة والسلامة، كل عام وأنتم بألف خير. بمناسبة شهر رمضان الكريم بتمنى للجميع كل عام وانتم بخير. شهر رمضان كريم، ان شاء الله تكون سنة خير وسلام على الجميع، وكمان مرة كل عام وانتم بخير. بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم بتمنى ان يعن السلام على ربوع بلادنا الحبيبة. رمضان كريما، صوما مقبولا وافطارا شهيا. باسمي وباسم مؤسسة جيش الدفاع الإسرائيلي أتقدم بأحرى التهاني والتبريكات إلى عموم المسلمين في الأقطار العربية كافة وفي دولة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي على وجه الخصوص. داعين الله عز وجل أن يتقبل منكم الصلاة والصيام والدعاء، وأن يجعل من هذا الشهر الفضيل شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار. يحل شهر رمضان هذا العام والعالم العربي غارق في وحول الإرهاب والتطرف، حيث تعبث المنظمات الإرهابية بحياة وسلامة المواطنين في هذا المحيط، تستخدم اسم الإسلام وآياته. وفي هذا العام نتضرع إلى العلي أن يجعل من هذا الشهر خيرا وآمنا للسكان المنطقة كلهم، لدول الجوار، لأهل الضفة والقطاع، لكل المواطنين والمسلمين في هذا المحيط، وأن يقيهم مخططات هذه المنظمات والجماعات التكفيرية الإرهابية المتطرفة. مجددا نهني الإسلام رجال دين ودنيا بهذه المناسبة المباركة. رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير، إفطارا شهيا، ذنبا مغفورا، وصوما مقبولا. السلام عليكم ورحمة الله. يلا تفضلوا.